سيد بدرية من مدينة بورسعيد الباسلة من مصر. أنا سينمائي، فيلم ميكر. بس بالسلامة يا قلبي، تروح على بك. We must go now. Life is good حسام. See you in hell حبيبي. كوفية يا حمار. عافية عليك يا سعيد. بدأت حبي للسينما وعلاقتي مع السينما في حرب 67، فكان بيبقى في غارات على مدينة بورسعيد، فكترة الغارات فقرفنا يعني عاوزين نخرج، فكنت أروح السينما، كنت أروح السينما فأتفرج على الفيلم يعني بتاع طول اليوم. فبدأت قصة حبي للسينما وحبي لأمريكا، لأن كانت بتنقلني السينما لماجيك لاند، لسحر أمريكا وسحر السينما نفسها. كنت أروح على مكان اسمه ديلي سيبس، اللي هو بداية القناع، والمراكب جاية من البحر الأبيض المتوسط، فكنت أنا أقعد قدام المركب واركب المركب بذهني وسافر معاهم وعيش. فكان لان انا كنت متربي في حارة، وما ابويا مات في 66، فكان في موضوع اني يتيم، فكنت بهرب من المجتمع الفقر، كنا فقراء جدا جدا، وكنت بروح عند ديلي سيبس واقعد وسافر بذهني وعيش بذهني واشوف بذهني. فكنت باخد السينما اللي شفته واحطها اما انا اكون بذهني في المركب لغاية ما اوصل لعاصمة من العواصم وابدأ اعيش. اللي حصل وانا في الابتدائية في سنة 5، وكان عندي 9 سنين اعتقد، وكان في حفلة، فكنت من الموجودين، فبدأت كنا كلنا بنغني، وقمت انا طالع برقصة من غير ما كان حد يعرف، فرقصت رقصة البنبوطية، هي رقصة بورسعيدية، والناس سقفت. فلأول مرة حد يهتم بيا. ليه؟ ابويا ما كانش مثل في الاتحاد الاشتراكي، ابويا ما كانش غني، ابويا كان ميت، فما كانش لي اي نوع من ان حد يسلط الاضواء عليا. فاتلقيت ان انا ما بقى بفومر، بعمل حاجة فنية، الناس بدأت تبص لي، وده كان الكارت بتاعي ان انا اكون موجود. أنا رحت أقدم في جامعة القاهرة عشان كنت جايب مجموع كويس، وكان معايا سندويتش وحق القطر إن أنا أروح وحق القطر اللي أنا جاي، فكنت مجهز نفسي ونزلت في محطة مصر ومشيت من محطة مصر إلى الجامعة، وده مشوار بتاع 2 ساعة مشي. لما وصلت هناك الراجل ما كانش موجود، كانت الساعة 10 11، الراجل ما جاش، قالوا لي تعالى بكرة. فخرجت من الجامعة ومشيت على كوبري الجامعة في القاهرة على النيل، وبكيت وسقطت دموعي والتقط بالنيل،
في ذلك الوقت حددت ان انا اهاجر، لاني وانا واقف على النيل في الكوبري حسيت بالغربة. لأول مرة أحس في الغربة في بلدي، فحسيت إن أنا ده مش مكاني ومش هنجح هنا، فقررت أروح الجيش وأخلص وأطلع على أمريكا. كانت مشاكلي مشاكل مهاجر مش مشاكل مصري، وكانت 79 كان السادات وجمال السادات في أمريكا وكامب ديفيد، فكان للمصري ما تقول اللي انت مصر كده في حاجة جميلة رونقة. فأخدت ده، وكان لازم وانا شغال في بوسطن اللي انا ارجع وابعت لمصر للحاجة فلوس، مش بس كنت بأصرف على نفسي، لا كنت ببعت للحاجة عشان أحججها في الأول. أول سنة كنت بحوش اللي هي تحج، لأن هو كان جيرني تي أمريكا أن جيرني تي مكة، رحلة إلى أمريكا عشان تعمل رحلة إلى مكة للحجة. فكنت لازم أنجح وأنجح كويس أوي. فاشتغلت كنت عندي بشتغل الصبح وبالليل لغاية أول شهرين ثلاثة، وبعد كده اشتغلت في الجامعة، أروح الجامعة الصبح واشتغل طول الليل. لما وصلت نيويورك فيلم سكول تش، كنت أنا الوحيد العربي في الفيلم سكول، الوحيد المصري في فيلم سكول، لان كان في الجامعه، جامعه نيويورك، في القانون وفي الدراسات كان فيها عرب، ولكن السينما نفسها جامعه السينما ما كانش فيها اي عرب ولا. فكنت بقعد وببص اللي انا كنت سفير، اللي انا بتعلم مع فتوات امريكا. يعني كل زملاتي دلوقتي اللي كانوا معايا دلوقتي ماسكين استوديوهات، ولكن حصل اللي هم كلهم كانوا بيستعملوني كممثل، فبدأت أمثل أكتر مخرج، فبدأت قواعد التمثيل. وفي آخر سنة على طول أنا عملت أول فيلم ليا في نيويورك، وما حسيتش اللي أنا غريب عن المشهد. أول مشهد، أول ما قال أكشن، حسيت اللي أنا في دنيايا، في بورسعيد، في سينما الأهلي، في حارة أبو دنيا. حسيت اللي أنا ده هذا العالم، عالم أنا جزء منه. لما سبت نيويورك بعد ما خلصت فيلم، أول فيلم لي هات شوت، فوصلت لسانا مونيكا. سانا مونيكا في كاليفورنيا عبارة عن بورسعيد في الخمسينات والأربعينات والعشرينات، فكنت دايما أشوف صور بورسعيد في البداية، فحسيت اللي أنا رجعت بيتي، رجعت لبورسعيد، مع ان ده البحر الابيض المتوسط وده الباسيفيك اوشن. فقلت ده هعيش فيه، ومن يومها وانا عايش هناك. وكنت محظوظ ان انا كنت مساعد للمخرج انتوني بيركن، اللي هو الممثل اللي عمل سايكو مع هيتشكوك. فبصراحة أنا كنت محظوظ، لأن الراجل كان كويس أوي وحس تبناني سينمائيا، فقال لي لازم تبقى ليك ستايل، يعني يبقى عندك ستايل، إيه الستايل اللي تحبه؟ قلت له إحنا في بورسعيد، يعني في بداية بورسعيد كانوا بيلبسوا بلامات، وكانوا بيلبسوا يعني أناقة. قال لي خلاص أنت تعمل أناقة في اليوم العادي، ولكن لما تروح تقدم بيع لهوليوود اللي هم محتاجينه.
راجل ابو دقن، الراجل الكبير، الراجل العنيف. Ask him if Arabic is his second language. انت قليل الادب، راجل ما عندكش دم. اوعى كده ادب، قليل الادب. سلو سلو. انا ما طلبوني ان انا اروح اقدم على الانسايدر، كان في السكريبت نفسه في الحوار ان واحد بزعق بس. فما رحت قدمت، قدمت قدام مين؟ مايكل مان، من احسن مخرجين هوليوود. فرحت وعملت المشهد وبدأنا نعمل الريهرسال، خلاص بنمثل. وقمت انا عامل، ف كريستوفر بلامر رياكت ان انا بزعق، فجه زعق لي بالانجليزي وانا بزعق له بالعربي. ف يعني كان في هارموني بيني وبين كريستوفر بلامر. فما دخل الباتشينو اتلقى فيه شكله عركة، فراح لي وكلمني وبتاع. فسرقت المشهد من كريستوفر بلامر ومن الباتشينو، وهم قالوا لي واحنا بين البتاع، قالوا لي احنا عارفين انت بتعمل ايه، ولكن حقك. قبلها بالضبط كنت مساعد لجيمس كاميرون اللي عمل تايتانيك، قعدت معاه سنة اتعلم سينما. بما اني بتعلم ورا الكاميرا من مخرج كبير وما اجي قدام الكاميرا ساعدني كتير. Eight. Now can you do that for me? Sure. Okay. I guess. No! Do not guess! Do it! I do it, I'm sorry. American East جه عن طريق فيلم انا عملته وانتجت اسمه تي فور تيرس، عن واحد ممثل عربي امريكي قرفان ان هو بيلعب تيرس على طول، فراح هي هاي جاك ذا موفي سات، قضى على الموفي سات ومسكه واخد السلاح وقال لهم انا هبقى الهيرو وانت هتبقى الايه الارهابي. فده عملته كان 28 مينت 28 دقيقه، فنجح. فاخدناه ورحنا دبي بالسكريبت بتاع امريكان ايست، فجبنا منتج ما هوش عربي من ساوث افريكا، وجبنا فلوس من الكوميونتي العرب امريكان، بنعمل حاجه اسمها امريكان ايست. الفيلم بيتكلم عن حياتنا بعد 11 سبتمبر كراجل عنده محل بقالة وبيبعت فلوس لاهله في مصر وبتاع، والاف بي اي بتبص على الفلوس دي فبيعملوا انفستيجيشن. كان في توني شلهوب، كان في قايس ناشف من بارادايز ناو. فيلم انا بعتبره فيلم بيعبر عن العرب الامريكان بعد 11 سبتمبر في امريكا، الوحيد اللي اخذ القضيه واخذناها عن طريق جديه، ما كانش فيه كوميدي، كان فيه جدية اللي احنا بناقش ان العرب الامريكان في امريكا وهير تو ستاي، هنبقى موجودين احنا. اي نعم الناس الجداد المهاجرين، ولكن وهير تو ستاي. فالفيلم مهم جدا جدا في حياتي، لان عبرت على اللي كنت حاسه بعد 11 سبتمبر. It's a cash delivery service. It's not illegal. I don't use banks because banks charge so much money and it takes weeks before the money clear. I know the man who owns the business. I trust him more than banks. Where does the cash go? I know the man. This man brings the money door to door. Where does it go? And in 24 hours, the money is there. Answer me. A bank cannot do that. Where does the cash go? The government take money from you, tax you. Answer my question. Where does it go? To my cousin, sir. Are you Mustafa Merzouk? Yes, who are you? Get out of it! I spent 10 years in prison for something I didn't know. شيكاغو ميراج قصة حقيقية عن دكتور في شيكاغو اتمسك لأن اسمه مشتبه مع واحد إرهابي، فدخل السجن. وفي السجن يعني كان ورا 11 سبتمبر على طول، ففي جانز، في شلل،
الوايت بريمسي الكي كي كي. فالرئيس بتاعهم قال لك I wanna kill an Arab، فحط عينه على الدكتور مصطفى، راجل وكان دكتور مشهور جدا في شيكاغو، دانتس، دكتور أسنان. فإما راح الدكتور كان قوي جدا جدا، وكان قرفان اللي هو داخل في قضية عشان بس اسمه. ففي السجن راح وقتل رئيس العصابة، فبقى الرئيس بتاع السجن كله. فاتعلم الإجرام جوه، دخل السجن عشان حاجة هو ما عملهاش، دلوقتي اما خرج هو مجرم. I was the best dentist in Chicago. You can be that again. Not that easy. Your hand where I can see it. Kill you. Kill your family. عملته كفيلم كامل، هو 35 دقيقة. فقصر الدنيا في المهرجانات، يعني أول ما دخلنا مهرجان بوسطن مثلا أخدت أحسن مخرج وأخدت أحسن منتج، كسب أحسن فيلم، ودخل مهرجانات كبيرة وعمل شغل كويس جدا جدا لأنه كان صادق. يعني إذا بنشتغل مع بعض برضو نعمل البلايين. كارجو البطولة كان عن واحد مكسيكاني بينقل واحدة من روسيا من المكسيك إلى نيويورك. If they pay you to drive, you drive. If they pay you to kill, you kill. فتشوا على ناس، قعدوا بتاع 3 أشهر يفتشوا على واحد يلعبه، ففكروا إن هو مش لاقيينه فنشوف مين. فكنت أيامها نعمل آيرن مان ويدون مس وزي زوهان، وعمل فيلم دابيو مع أوليفر ستون، فكان في وجود في السينما. فالمخرج من روسيا، أمريكاني روسي، فعرض علي السكريبت، فقريت السكريبت فعجبني، فقلت له أنا هغيره إن هو يكون حاجة قريبة مني، لأن هو كان راجل سواق بس. فغيرنا القصة وكتبناها سوا، إن هي روسية وما بتؤمنش اللي فيه ربنا، أنا بنقلها من مكان لمكان واحد شريها، أنا بس كارجو، أنا راجل درايفر. فحصل بيننا مشادات، هي عاوزة تهرب وأنا عاوز أوصلها عشان أعمل فلوسي. فبدأ معانا حوار عن الدين، فما كانتش بتؤمن في ربنا، فأنا كنت حاجزها، ف رحت أصلي وارجع تاني، اتلقيتها بتكلم ربنا بتقول له يا رب أنا لا أؤمن بيك، ولكن لو خرجتني من المشكلة دي وأنا عارفة إن المشكلة دي مش هخرج منها أنا هأؤمن بيك. فالشخصية بتاعتي كان معاه فلوس عشان موضوع كبير اللي هو يدفع ابنه، كان عنده كلى ويعمل العملية وابنه مات، فأخذ الفلوس واشتراها عشان يديها حريتها، ولكن العصابة موتته عشان اشتراها، فدفع حياته عشان يثبت لها اللي فيه ربنا. How can you believe in God and do this? You don't know my God. Who gave you the right to tie me to this seat? Let me go! الحلم بيديك قوة، يعني وده اللي مش موجود في العالم العربي النهاردة، الحلم. أنا بعتقد إن اللي هو الحكومات تبني جيوش، تبني مصانع، إحنا كمفكرين وكفنانين وكناس عاوزين يدم للطفل اللي هو أنا كنت، تفرش شوارع في حارات إمبابة، في حارات الإسماعيلية، في حارات بورسعيد، دي له حق الحلم، لازم نبيع له الحلم. فده حاجة مهمة جدا جدا الأيام دي في حياتي، اللي أنا أبيع الحلم وأدي صوت ويكون صوتي للناس اللي ملهاش صوت،
أنا نجاحي الطريق للنجاح، ده استمتاع بالنجاح. لكن عندما أوصل لهوليوود ومثل مع الباتشينو وجورج كلوني واشتغل مع كل الناس وعمل بطولات وعمل أفلام صغيرة وأفلام كبيرة، ده طريق العمل فيها ده المتعة ليا. ولكن في الآخر ده نجاحي لكل طفل غير قادر، أو بيقولوا له أنت مالكش حلم، أقول له لا، من حقك تحلم، من حقك تحلم، ومن حقك تنجح. السلاح والأنابل والرصاص مش هيرجع لنا حلمنا، الحلم العربي والنجاح، لا، بناء شعب هو بناء أطفال وشباب يحلمهم إن هم يرجعونا للمكان اللي احنا مفروض فيه، شعب عظيم. الشعب العربي شعب زواق، الشعب العربي ستوري تيلر، صاحب الحدوتة. انت لازم تخرج برا العالمية عشان تقول حدوتك بجميع اللغات. السينما المصرية في حالتها دلوقتي سينما غير المصرية في الخمسينات والأربعينات والستينات والسبعينات. بصراحة السينما المفكرين فيها قليلين، الكتاب. يعني أنت دعاء القروان من اللي كتب؟ طه حسين. إحسان عبد القدوس كتب للسينما المصرية، يحيى حقي في البوسطجي مثل، نجيب محفوظ عمل أفلام صلاح أبو سيف كلها. فكانت السينما المصرية سينما عظيمة بالكتابة وبالممثل. دلوقتي أنت السينما المصرية كلها أفية، والسينما المصرية ما عملت أفلام، بتحاول تعمل أفلام عملوها زي هوليوود ففقدت قوتها، زي مثل السينما الفلسطينية، السينما الصادقة أخدت جزء فرنسي ولكن في الآخر سينما صادقة، عشان كده بيروح الأوسكار كل سنة أو سنتين. ولكن الممثل اللي عاوز يخرج للعالمية لازم يعمل international subject، يعني السكريبت اللي أنا عاوز أعمله عن تجارة العبيد. تجارة العبيد نفسها human trafficking is an international problem. So you have to make international subject، لازم يبقى الموضوع موضوع عالمي وتعرضه كأنه عالمي، توصل للعالمية. كلاسيكيات السينما المصرية في خطر، لأننا احنا ما عندناش مركز قومي للسينما صحيح يعمل أركايف وأرشيف للأفلام اللي عملناها. ما فيش مكان للتخزين، فكل الأفلام اللي انت تربيت عليها، يعني ما هتشوف في الفيلم ليلى بنت الأكابر كان في إيدي باودر، احنا ما نعرفش عدد الافلام المصريه اللي انتجت من بدايتها، ما عندناش ارشيف قومي. فعملت الفيلم عشان اؤرخ ما هي السينما المصريه، الفيلم بالانجليزي، وفي مارتن سكورسيزي، في ارثر هيلر، في احسن ناس موجودين في الترميم، فوريت لهم المخازن في مصر واهميتها واهميه الترميم، ووريتهم بيعملوا ايه في هوليوود وبيرمموها ازاي، وجبت فيلمين للترميم ومشروع قومي للترميم، لان الترميم هيعمل فلوس للسينما وهينشطها. ولكن احنا نسينا نحافظ على تاريخنا، ومن غير ما تحافظ على تاريخك مالكش مستقبل. ودي جريمة، جريمة الناس اللي باعوا السينما المصرية والناس اللي محافظوش على السينما المصرية، وجريمة
كل مشاهد بيشوف فيلم بعد 30-40 سنة مش هتعرف تشوفه تاني. الثقافة العربية السينمائية كانت هوليوود في الجولدن ايج، القاهرة كانت ماشية زيها. يعني شوفوا أفلام في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، نفس الكواليتي، نفس الجمال، نفس الحاجة. فحفاظنا على تاريخنا هو حفاظنا على وجودنا، فلابد ان احنا نهتم بالشباب الصغير ونديله حلمه. المشاريع اللي جايه اللي انا مهتم بيها، انا كتبت فيلم اسمه عروسة النيل عن تجارة العبيد، وفي نفس الوقت تجارة اعضاء، لان في سياحة للجواز وفي سياحة للعلاج، فده مهم جدا عندي. وفي مشروع تاني اللي هو ابن الحارة بياع الاحلام، ده تلفزيون، برنامج تلفزيوني بلف العالم وفتش على المبدعين اللي ما وصلوش للعالمية وأساعدهم أعرف قصتهم وأساعدهم للعالمية. المشروع مهم جدا جدا لأني بيدي حق كل حلم إن هو يتحقق. وانا اسكان عندي يعني حته كده ان انا اوصلهم واساعدهم للنجاح بالمال، بالانتاج، بالفكر، بالطريقه. ده عناية لكل عربي يحلم ويحلم بالعالميه ونفسه يحقق اللي سيد بدريه، حتى لو حلم قليل او حلم كبير وحققته قليل، الفكره نفسها. إذا نجح سيد بدرية في هوليوود وقف مع أكبر ممثلين وعمل أكبر الأفلام وأنتج ومثل بطولات وهو طالع من الحارة ولعب في الشارع حافي، هو ده رسالة إلى كل مبدع إن هو يحلم إلى العالمية. سيد بدرية من بورسعيد، اشتعليكم.